بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل فضل ولكل هدى ولكل خير. اللهم أعنا ولا تعن علينا، نسألك ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. حياكم الله، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم دائما طيبين مباركين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من نفوسنا ومن حبل الوريد، واعلموا أن ما شاء سبحانه جل في علاه كان، ومن لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاستعينوا بالله جل وعلا ولا تعجزوا، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطرين، ويكشف سبحانه السوء، والله جل في علاه غني عن عذابنا، غني عن عذابنا. واعلموا أن ما أصابنا فهو رحمة من الله، ومنة ونعمة من الله، تساق فضلا من الله جل في علاه إلينا، هي نعم تترى وتوالى. واعلموا أن في المصائب والشدائد والفتن والمحن والأسقام والعي والأمراض كفارات للذنوب والخطايا، وهي منن ونعم من الله علينا، فلله الحمد والمنة. ونسأل الله تعالى أن يقرب منا الخير والأخيار، وأن يصرف عنا الشر والأشرار. البارحة وأنا في اتصال مع أحد الدكاترة المعروفين على الساحة المغربية في الطب البديل وفي الأعشاب، أخ فاضل معروف في ساحة الطب البديل بوصفاته وعلاجاته، وتربطه به صحبة ورفقة. أسأل الله تعالى أن يرفع قدره وأن يعلي شأنه. فكانت بيننا كلمات وأمور لها علاقة بالمجال، فوقفنا على مضحكات ملكيات. والله الذي لا إله إلا هو، البارحة سمعت منه خبرا وأمرا عجبت منه، وقلت له هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا في باب الرجولة، للأسف الشديد. قال لي أنا معروف في الساحة بوصفات ومعروف بعلاجات، وهو ما شاء الله يؤطر حتى أطباء ومختصين في هذا الباب، لأننا كنقولوا دكتور وطبيب وما شاء الله خبير في الباب وعنده تجربة وباع كبير جدا، وصاحب خلق صراحة طيب. فقال لي وجدت في مركزي، أو قل في مختبري، أو قل في المكان الذي يهيئ في الوصفات، مسجل. قلت كيف؟ قال لي وجدت مسجل يسجل مدة 3 أيام. زارني صديق فزرعه في مخبر حتى يرى صوتا وصورة أو استماعا تلك الوصفات، كيف أهيئها وأعدها، أو يعلم ما يجري داخل مختبري ومركزي والمكان الذي أنا أشتغل فيه. قلت له وهل أنت متأكد يعني الكلام؟ قال وقفنا عليه ومسكته بيدي وعلمت قصته وخبره وحاله. قلت سبحان الله، هذا كلام يجرني إلى أمر. إذا سمعته البارحة من صديق ووقع له عيانا حقيقة، فإني أقول لكم هذا يقع حتى عند الإخوة للأسف الشديد، وحتى عند الأخوات للأسف الشديد. للأسف الشديد أصبحت هذه الوسائل التسجيل
يعني تستخدم استخدام ذميم مقيت خبيث لا يبث للشرع بصلة، حينما تكون المجالس أمانة والاتصالات والمكالمات أمانة والبيوت والمحلات والمراكز أمانة، فتصبح تسجل والآخر لا يعلم، ويحتفظ بها لغاية سيئة، وقد تنشر وتوزع بين أفراد رجال ونساء لغايات سيئة، أقل أحوالها أو حال أهلها أنهم دخلوا في حكم النمام الذي يفسد، الذي جاءت نصوص أنه لا يدخل الجنة نمام، خبيث خبيث النفس من يصنع هذا. من عنده مسجل يسجل الناس دون إذنهم هذا خبيث، فليسمع هذا الحكم، نفسه خبيثة. من يزرع هذا البرنامج يسجل الناس في الحفلات في المجالس في المناسبات في اللقاءات، كل ولا عنده مرض، كان ولا عنده مرض مرض والعياذ بالله، لا بد يسجل، ضروري يسجل. كل اللي تجالس معه هو طالق التسجيل، انت جالس مع اصدقاء هو طالق التسجيل، هوايه هوايه خبيثه. إذن حتى تصبح انت لا تستطيع أن تتكلم مع أي إنسان في مكالمة، خاصة الملتزمين، خاصة المعالجين، أو قل حتى الأخوات اللي ولو عندهم علاقة بالملتزمين وبالمعالجين تمشتهم العدوى للأسف الشديد، لأن العدوى كتنتقل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أمر عادي. إذن قال لك قعدوا هذا البرنامج التسجيل فاحذره، وإن كنت تعلم أنه يضعه في غير موضعه ففر منه للأمانة، لأن هذه ليست من أخلاق الرجال ولا من أخلاق النساء، أنك تسجل أسرتك أصدقائك جيرانك من يعلمونك الخير، ما يمكنش. حتى وإن كان عدو لك فهناك مروءة وهناك رجولة وهناك مبادئ وهناك شيم وهناك قيم، ما تعجبوش لك. انتو كتعرفوا قبل شهور حينما كانت الحرب نايضة في المغرب بين معالجين، يعني كنا نشوفوا نقولوا لا تكلمتي انت عندي عليك تسجيل، واخر يقول لرقاة المغرب كلهم عندي عليهم تسجيل، والاخر يقول لك الشيخ كان جالس معنا وسجلنا، وواحد يقول لك انا سجلته، يعني حتى أصبح الشيطان يزين لهم أن الأمر عادي، خير وسيلة دفاعية الهجوم. إذا شنو خصك تعمل؟ حتى أنت لابد أن تعصي الله فيه وتخالف أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتسجله باش تكون عندك وسائل الدفاع في وقت ما. أنت خالفت السنة وخالفت الشرع، إن هو عصى الله فلا تعصي الله، معلوم، إن هو عصى الله فلا تعصي الله جل وعلا. ولا تجسسوا، فهمت؟ هذا تجسس. إذن للأسف الشديد ما أحوج إلى الأخلاق، ما أحوجنا إلى الأخلاق، إلى المروءة والرجولة، ما أحوجنا إليها والله العظيم. كانت هذه فقط تذكرة من اللي غيولي الأخ يجي ويدير لك تجسس في مقزك، ويدير لك تجسس مع أخوات يجيو عندك باش يجسوك ويسجلوك، وإخوة يجيو يتلاقوا معك باش يسجلوك، واحد يتكلم معك باش يجرك لسانك ويسجلك، أين هي الأخلاق؟ بالله عليكم، أسأل الله جل وعلا أن يقرب منا الخير والأخيار، وأن يصرف عنا الشر والأشرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقسم لكم بالله الذي لا رب سواه أن عندي في سيارتي مبرمجة بكاميرات خارج وداخل المركز، خارج وداخل السيارة، أشهد الله أني ألغيت الكاميرات داخل السيارة حتى تبقى المجالس أمانة، لأن الأخ يطلع معي ما يعرفش أن هذه كاميرات،
وممكن كلام يجر كلام، وكله كيتسجل وكيجي عندي البريد ديالي وكيجي عندي الجوال ديالي واحتفظ به وقت ما شئت. وكاين من باب المروءه والرجوله والدين الغيتها داخل السياره. مفهوم؟ خاصكم تكونوا رجال، تكونوا نساء، نساء يكونوا نساء حرات، ورجال يكونوا رجال احرار. ماشي الكلام، انما هي شيم واخلاق. لما كنعلو الكاميرات بالصوت والصوره في المراكز فهي معلومه، حتى لا يكون هناك نزاعات وخلافات ويكون مشاكل واشياء اخرى. يعني لازم تكون معلومه، والناس كيدخلوا عارفين ان المراكز مجهزه بصوت وصوره من باب الامانه، من باب القانون، من باب المروءه، من باب بزاف امور. لكن تكون سرا تسجل الناس داخل عنده، داير مسجل في جيبك، او تدعيه لبيتك وانت كتسجله، ولا جالس معاه في مقهى وانت طاق التسجيل، او المراه دايرها في الصك ديالها، ولا واحد داير وسائل دابا كيتفنوا في الكاميرات. ما بقى لي غير جي بي اس يديروك في شي بلاصه انت ما عارفش، ويقولوا لك فين مشيتي وفين جيتي. شنو الخبث هذا؟ اذا كان هذا لا يحل لك حتى مع اهلك، ما يمكنش ديرو حتى مع زوجتك، ديرو في الجوال ديالها تجسس، ما يمكنش ديرو في سيارتها هي زوجتك وتقول لي نقول لك هذيك مرتك، وما يمكنش شرعا، ما يمكنش شرعا توصل لهذا الامر. صافي توصل غتولي عندك وسواس، غتولي عندك مرض، غتولي عندك شك، غتولي مريض نفسي، ما يمكنش. اذا هنا اش خصك؟ نقول لك اتقي الله. فكيف انك غتصنعوا لغيرك اللي هو لا يملك فيه صله، وانت صنعوا اصلا هذا فعل محرم مجرم قانونا وشرعا، قانونا قانونا تعاقب عليه، وشرعا تعاقب عليه. على اي ستكون المرقيه ان شاء الله الان باذن الله، نوقف وننظر ان شاء الله تعالى.